الشغل الثاني لينا. انتوا عاوزين وحده حسابيه هنا وقفلنا الهيئه يعني نفسي يحترموا وظائفنا اللي احنا بنعاني منها 13 سنه. طب دلوقتي مرتباتكم بتيجي ازاي؟ بيعانوا منها تيجي جزء مفيش استماره يعني واحد بيسافر منها يجيب الشيكات ويديها وكلام من ده. يعني شخص مهاجر يفتح بيت مع عياله المستحقات الماليه بتيجي شهر اثنين وثلاثه بيعدي عليها مفيش مرتبات بتيجي الشهر في وقته. يعني انا دلوقتي ما خدتش بيوت ثلاثه يعني الناس دلوقتي من كام خمسه. احنا بنطالب بمواصله توصلنا المناطق الاثريه، المناطق الاثريه في مواقع نائيه بنتعرض لكلاب ضاله وبنتعرض لشباب فاسد وبنتعرض لاشياء كتير مش كويسه يعني. بوصل نوصل الشغل مرعوبين، بنركب اي تاكسي، التاكسي بياخد اكثر ما بيدونا. واحنا سيدات كل واحده بتروح لوحديها. شوف سيادتك اما الست بتروح اخر يعني مكان نائي خالص ما فيهوش اي مظاهر للحياه يعني لوحدي. الناس هنا اللي موجوده معانا هنا لان ظروف الناس دي مش وظيفه اللي بتاديها في بقيه المناطق الاثريه، دي رساله بنأديها، بنتعامل احنا وجهه لمصر، وجهه للسياحه، وجهه للناس اللي بتزور المناطق الاثريه، لازم حتى الواحد يبقى مستقر نفسيا، بس مش اكتر. استاذ بهجت كان في مطلب لبعض العاملين بالترميم ان ما فيش عربيه بتوديهم، العربيه ما عندناش عربيه واحده خاصه بالاثار المصريه للمرور على المناطق. للاسف الشديد العربيه عطلت محتاجه 2000 جنيه عشان اصلاح، مش لاقيين 2000 جنيه عشان نصلح بيهم العربيه. العربيه واقفه قدامك مكتوب عليها لو ممكن تصور. بهجت احمد ابراهيم.